هاي مشاهدينا، اليوم الحلقة كلها عن الأكسسوارات. مثل ما بقول دايماً أنا، الأكسسوار هو بغير كل اللوك. واليوم هالشميز البيضة يلي بسمع كتير بيقولوا لي رولا إنه كيف بدنا نعمل لها ستايل هالشميز البيضة؟ ما أصلاً بدنا نعمل لها شي ستايلينج، يعني بس إنه يا بتلبسوها مع جاكيت جينز، يا مع بليزر، يا مع كوت، أما شي لا. اليوم رح أعمل لكم حلقة سبيسيال أكسسوارات، شو بيلبق وشو فينا نلبس بكذا مناسبة، وبركي على أشغالكم كمان. بعرف كتير ناس بيشتغلوا وظائف مثلاً شوي بتتطلب كوستيمات، فينا نعمل تويست دايماً باللوك تبعنا، خاصة وقت يكون عم نحط الأكسسوارات المناسبة لقلنا اللي بتلبق لنا، وأكيد المناسبة لوين نحنا عم نكون. رح بلش بأول أكسسوار اللي كتير بحبه أنا، يلي ماسكلين، بيعطي شوي ماسكلين بس كمان بغير كل اللوك، هي الكرافات. بدي أقول له ميرسي لنشتي، هو ربط لي الكرافات لأنه ما بعرف أربط كرافات. هيدي الكرافات يلي فينا نلبسها بحيالله طريقنا اللي بدنا إياها، فينا نلبسها مشدودة أو فينا نتركها لوس، فينا نتركها هيك. إذا فينا بس نقرب الكاميرا لتشوفوا كيف، فينا نتركها هيك بتعطي كتير ستايل حلو. سوري حقوم أنا. أو فينا قد ما فينا نشد فيها، ليكو قدي ديتاي صغير غير كل اللوك، عطى أكتر ستايل باللوك تبعنا. سو هيدي أول أكسسوري كتير حلو هو الكرافات. رح كمل أنا بغير أشياء، رح جرب قيس كل شيء علي حتى فرجيكم الستايل. أكيد 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 الفولار نو نيد لكم، الفولار مع القميص قدي حلو، فينا نلبسه أكيد بكذا طريقة، الطريقة اللي بدنا إياها. بس أنا عم بلبس هيك تفرجيكم، ليكو قدي مهضوم قدي ستايلش. بنهار فينا نلبس هيدا الفولار، أكيد فينا نربطه بعشر طرق حسب الستيل اللي بدنا إياه. بهيدا الفولار الخرج كل يوم عم بحكي أكيد. رح فوت بفولار تاني اللي هو أكتر خرج الليل أو خرج عشوات أو خرج كونفرنسز، خرج هيك إيفنتات. ليكو شو حلو هيدا الفولار، فينا نعمله بس بهيدي الطريقة. هو حلو مش كفولار حلو بقدر ما إنه سوا، عم نحكي سوا يعني أكتر رحنا فانسي لليل. وأكيد أكيد أكيد رح فرجيكم، سوري، فينا نعمله هيك نلبسه بهيدي الطريقة. هيدا أول ستايل فينا نغير فيه الشميز البيضة، فينا the simplest style يلي هو بس منحطه نعمله هيك هيك كمان. ستايل الفولاريت، كل الفولاريت بتغير كل الستيل بحيالله طريقة، بتغير كل الستيل. أكيد أكيد فينا بعد نروح بكذا موديل، فينا نحطه في موديل كتير بحبه بس حأهلكم بالميكرو. كمان لقدام بينحط، كمان بغير كل الستيل. هيدا ايزي اللي فينا نروح فيه حتى اذا عندنا بزنس لونج، اذا كونفرنس، اذا رايحين حتى على مناسبات رسميه. هيدا الموديل كثير بيبقى. هيدا ثاني موديل من الموديلات كمان اللي كثير حلوه، الكول اللي هن بيكونوا من فاروق، كمان فيهم ينلبسوا مع ال، لحظة شوي بس لأنه أنا ما بدي لبك ال مع الميكرو حتى تضلكم تسمعوني. هيك كمان هيدا ستايل مع الكول فرو بيطلع كتير حلو، بغير بدفي. هلا بعد فينا نلبس وبيعطي كتير، بغير اللوك. سو عم بتشوفوا بس بهيدي الشميز البيضة يلي عن جد سام تايمز واحد بيضيع انه او بيزهق من ستيله، يعني بقول شو بدي البس معه، شو بدي البس، زهقت. عم بعطيكم كذا فكره فيكم عن جد، وام شور هدول كلهم من بيتي انا، الاكسسوارات جبتهم، ما رحت اشتريت اكسسوار خصوصي له. سو من اكسسواراتكم بالبيت جربوا اخترعوا كمان كيف تلبسوا. ليكو شو حلوه هيدي، جايبتها انا بوليرو صغيره، هلا حلبسها فوق الشميز. عطيت ستايل على الشولدر، ليكو شو حلوة، عطيت ستايل على الشولدر.
غيرت كل الستيل، كانه ما بقى زيت الشميز، كانه صرنا عم نشتري كانه هيدي غير شميز اشتريناها. ليكو شو حلوه على الشولدر. سو هيدول الامشور البوليرويات اللي عندكم اياهم بالبيت، فيكم تاخذوا فكره وتخيطوهم على ذوقكم لتغيروا ستيل القميص. رح كمل بعد شو فينا ستيل حلو نلبسه، هو هيدا الستايل. ليكو شو مهضوم هيدا الستايل، هيك هيدي بتنحط. هي عادة هيدي أنا جبتها لمن قدام، بس فينا نلبسها كأنه طالع هيدي، يعني معمول كتف هيكي كتف هيكي كمان ستيل، نوع من الفولاريت هيدولة يلي أكيد أكتر فانكي. بس ليكو شو مهضومة وليكو شو غير كل اللوك. كمان راح كمل بالأشياء يلي فينا نلبسها مع الشميز البيضاء أو السوداء. أنا نقيت أبيض لأنه الأبيض أهون لللبس، ودايماً هيك بنقول عنا دايماً للشميز البيضاء مسحف بالخزانة. رح فرجيكم شيء بس كمان بدي أجرب ما ضايقكم بالميكرو. هو هيدي الوردة يلي بتنحط أكيدة مع القبة الشميز. ليكو قد ايه بتغير هيدي. اكيد فينا ساعتها هيدي الشميز اللي تحولت من ديلي يوز صار فينا نلبسها بالليل على عشاء بغير طريقه، نلبس لها بانتس ونلبس لها تنوره، غيرت كل اللوك. هيدي فيكم انتم تعملوها بالبيت كثير هينه، بحيلا او تجيبوا يعني انتم ورده من حيالله محل بالسوق موجوده، وانتم تحطوا لها ربطه من البيت من هيدي تبع علبه الخياطه وتعملوها بهيدي الطريقه. دائما الاكسسوارات ما تجربوا تروحوا اوفر، انه ما هيدا الموضوع خلي يزعجكم، بالعكس الاشياء اللي عندكم اياها بالبيت جربوا تفننوا فيها. من الاشياء كمان يلي فينا نضيفها على الشميز البيضاء هو السسبندرز. وقتا بنلبس السسبندرز يعني كمان فتنا بلوك كتير مهضوم، فينا نحط شابو معه. هيدا السسبندرز غير كمان، هيدا ديفرنت ستايل كمان كتير مهضوم لذيذ، واذا حطينا شابو معه يعني بتحسه كمان توتالي غير لوك طلعنا فيه. سو صرنا تقريبا حكينا ب أكثر من 10 أكسسوار لزيت القميص البيضاء كيف فينا نغير فيها الستيل. كمان لكل اللي بحبوا ليكو شو حلوين هيدول الكمام. لحظة بلبسكم إياها مضبوطة هيك. كمان فينا نلبس كمان، بس أنا دايما بحب الأكسسوار يعطي إنه أكسسوار. سو ليكو شو حلو هيدا الكم، هيك فينا نلبسه بغير أكيد كل الستيل. وهيدا اكيد صرنا كمان قلبناها من نهار لليل القميص، وبنلبسها ايزلي، بنحط فوقها جاكيت، مع فينا نروح نسهر نتعشى او نروح على شيء كلاسيك ايفنت. هيدول كلاسيك يعني الاكسسوارات الكلاسيكيه. كمان هيدا الزياده فينا نحطه على الشميز. واخر شيء على بالي احكي عنه هو هيدا السنتور. هلا ما حقدر نقعد، رح فرجيكم اياه بهيدي الطريقه يلي هو الويست بيلت يلي فينا نلبسه بهيدي الطريقه كمان على زيت القميص. ساعتها القميص بنحطها من برا، ما فيكم تلبسوها والقميص يعني القميص بتكون فوق البنطلون فوق التنوره فوق الليجينج. اكيد بنحط الويست بيلت وبغير كمان توتالي ديفرنت ستايل. هذا بيعطي شوي سكسي اكثر، بس كمان كثير حلو خاصه اذا كنا بالمكان المناسب. سو مشاهدينا هيدي كانت حلقتنا لليوم، كانت كل اباوت اول ذا اكسسوارز اللي فينا نلبسهم على الشميز البيضاء تما نزهق ونغير شوي بلوكاتنا ودائما نكون ترندي وستايلش. انا خلصت حلقتي لليوم، اكيد بودعكم لليوم، بشوفكم بحلقات قادمه. باي.